نقول لك حاجه ليث، انا طبعا متربيه في بيئه تونس، احنا منفتحين على كل الثقافات. لما عملت ان شاء الله ان شاء الله اتعملت فيرسون عربي وفيرسون فرونسيز فرنسي وفرانكو اغاب، عملت يلا نغني شانتون تو سون كور كمان بالفرنسي صحيح. عملت واضح كذلك فرنسي وعربي، عملت تيك مي ام يورس بالانجلش. توا عندي طموحات اخرى ان شاء الله باش تشوفوها قريبا. انا نحاول ديما نجدد من نفسي، نحاول اني انا اصل الفن. نقول لك حاجه، انا بالنسبه لي الفن في خلايا، اذا تجددت هذه الخلايا النجاح يستمر صحيح. والاستمراريه تكمل. قد ما تجدد خلايا في الفن، افكار، ايقاعات، افكار جديده، الحان جديده، ايقاعات جديده، صوره مبهره في هذا العصر الرائع اللي احنا فيه، قد ما تكمل وانت دائما متجدد يعني.